السلام عليكم الاخوان، تبارك الله عليكم ومرحبا بكم في الفيديو الجديد. اليوم الاخوان المهم واحد الصديق ديالي عنده مرسيدس، المهم ما في المهم حنا تنتيستيوها دابا في الطريق. المشكل ديالها انها فهمتي لا فيتاس ديالها فاش توصل ل 100، فاش توصل ل 100 صافي تتبقى الماكسي ديالها 100. غادي نشوفوا فهمتي، غادي نديروا الدياغنوستيك وغادي نشوفوا شنو هو المشكل. دابا كنتيستيها معاه في الطريق ياك الاخوان. المهم غادي نشوفوا فهمتي، نشوف شنو هو البروبليم. المهم في الطريق غادي نجربوها في لوتوروت. المهم بقاو معايا الاخوان ومن بعد نشوفوا نديروا لها الدياغنوستيك وغادي نشوفوا شنو المشكل ديالها وبالنسبه فاش تكون وبالنسبه في الروم فلاش ديالها فاش تكون ما بين 1500 حتى 2000 تور بار مينوت تتلقى فهمتي تتعشق. دابا الاخوان رانا دخلنا لوتوروت وراه ديجا كيف ما كتشوفوا راه مكليكي البلافون ديال البيدال داكسيليراسيون، وهذا هو الحد ديالها كيف ما كتشوفوا. هذا هو الحد ديالها تقريبا 100 فهمتي، مازال ما وصلاش 100 فهمتي، 90 ما 90 تتوصل 90 وصافي تتحبس، صافي تتفشل فهمتي، صافي واخا مبارك على البلافون ديال لابيدال فهمتي، ولكن ما تتريبونديش كاع. المهم غادي نخرجوا من هنايا من لوتوروت ومن بعد نديروا لها الدياغنوستيك ونشوفوا شنو كاين. بوتيتر يقدر يكون تكون لافانوجيير ولا الكاتاليزور. المهم غادي نشوفوا شي حاجه، اذا كان شي مشكل فهمتي في الالكترونيك شي كابتور ايتترا، واش دي بي متر ديغماسيك ولا سوند دوكسيجين اون سي با. المهم ابخي غادي نديروا لها الدياغنوستيك ونشوفوا شنو كاين الا طلع لنا شي ديفو، وبقاو معايا الاخوان. من بعد ما درنا الدياغنوستيك المهم الاخوان راه ما هاد الديفو هذا طلع لي حتى الاخر. فاش درت اول دياغنوستيك طلعوا لي هاد الديفويات هادو، طلعوا لي الاخوان هاد الديفويات هادو، طلع لي راني ديجا مقيدهم في واحد الوريقه راني باش نقولهم لكم. طلع لي الديفو الكترونيك هيتر البوستر ديفو البي 1664 والبي 1222 بيدال ديال لاكسيليراسيون، بيدال لاكسيليراسيون والبي 0100 الاير ماس دي بي متر ديغماسيك وبي 1403 لوجيير و 14 7 بوستر بريشر ريغولايشن. من بعد الديفو الاول مشى فهمتي، ما بقاش هذيك فاش كانت توصل فاش كانت توصل ما كانش توصل 2000 تور بار مينوت. 2000 تور بار مينوت كانت تعشق، دابا ما بقاش تعشق حيت سمحوا لنا هذوك الفيديو هذوك لي ديفو. المهم عليه هذاك هو كان المشكل. المهم دابا غادي كيف ما كتشوفوا فاش درنا الدياغنوستيك الثاني طلع لنا الديفو ديال الكلاو بلوج ديال، ودابا طلع لنا غير البوجي د بريشوفاج. سمحوا لي الاخوان، طلع لنا دابا غير البوجي د بريشوفاج، البوجي د بريشوفاج راه ما غاديش يدير هذا المشكل. دابا بقى لنا غير المشكل ديال 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 لا فيتاس، خصها تفوت 100 فاش غادي فاش يكون غادي في الطريق. نورمالمون خصها تفوت 100 كيلومتر فهمتي، 100 كيلومتر زعما لا فيتاس تفوت 100 كيلومتر باغ اور. المهم غادي نعاودو نتيستيو عاوتاني نشوفو شنو كاين، عاوتاني نعاودو نتيستيو في الطريق ونشوف واش مشى المشكل ولا مازال. الاخوان التليفون ديسارجا لي وما كملش الشرح. المهم الاخوان كيف ما قلنا طلعوا لنا هاد لي كود ديغور. ديجا تيستينا لا بيدال داكسيليراسيون، بيدال داكسيليراسيون الاخوان كلشي فيها مزيان، بلا باري ديال دياغنوستيك كلشي فيها مزيان. وطلعنا الدي بي دي ماسيك حتى هو الاخوان عبرنا كلشي فيه مزيان، ريمونطاسيون ديالو كلشي مزيان فيه، السينيال حتى هو مزيان الى اخره. والريغولاتور ديال البريسيون ديال لا سيور اليمونطاسيون حتى هي الاخوان مزيان. المهم الاخوان نصيحه، فاش دير الدياغنوستيك مثلا جات عندك شي سياره للكراج ولا فهمتي انت عاد مبتدئ، فاش دير الدياغنوستيك وطلعوا لك لي ديفو ضروري الاخوان فهمتي صور قبل ما تمسح، ضروري خصك تصور قبل ما تمسح. الى مسحتي مثلا على سبيل المثال مسحتي ومن بعد صافي كيف ما كتشوفوا راني مسحت لي ديفو، بقى لي ديفو واحد هو لي بوجي دو بريشوفاج. لي ميساج الاخرين مثلا يطلعوا لي في الاول راه ما عاودوش طلعوا، واخا
واخا بدينا تنسيركيلو بالطوموبيل والو كاع ما طلعوش دوك لي ميساج. المهم الاخوان غير نصيحه، فاش دير ديغنوستيك اول مره فهمتي، فاش يطلعوا لي كود ديغو قبل ما تمسح، صوروا داك، صوروا لاباج، صوروا لي كود ديغو كاملين. المهم الاخوان ديجا تيستينا كل شيء، وبقى لنا حاجه وحده هي الاو جي ار الاخوان. الاو جي ار شنو درنا؟ المهم بقى لنا الشك فهمتي، كان مشى الحال صافي. الدري صافي شويه وشويه عنده مع الميكانيك، صافي جبد له الجي ار، لقاها حالتها حاله، لقى لحقاش كان بقى مشكل واحد لو جي ار. صافي لقاها مسخه بزاف كيف ما كتشوفوا في التصويره. صافي نيطواي 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 دار لها نيطواياج. ومن بعد البوجي دو بخي شوفاج، جي ديجا كيف ما ديجا درت لكم فيديو عليه، جينا للبواتي دو بخي شوفاج نشوفو فهمتي لاليمونطاسيون ديالها الى اخره، واش لي بوجي اليمونطيين كيف ما كتشوفو. على سبيل المثال هنا في الشيما الكتريك كيف ما كتشوفو، لاليمونطاسيون هي جايه من كيف ما كتشوفو، جايه من هنايا. ها هي هابطة هنايا على هاد الفيزيبل هذا، كونتروليناه كلشي مزيان فيه صافي. وبدينا تنكونتروليو هنايا في هاد المخارج هادو ديال لي بوجي كلهم مزيانين. المهم كانوا شي جوج بوجيات ولا واحد، المهم بدلوهم كاملين، راه بدلوهم كاملين. دابا الطوموبيل الحمد لله ولات مزيانه تاتيري اليز. المشكل اللي كان فيها هو لو جيير، كان مسخ بزاف. المهم الاخوان بالنسبه لي فهمتي، اللي كعرفوا اللي عندهم اللي عنده شي سياره فهمتي، دائما فهمتي دوز واحد لابيريود جبد لو جير ديالك، نيطوايه مزيان فهمتي، بحال الفيدونج كيف ما تدير الفيدونج، جبد لو جير نيطوايها، هي بعد الطوموبيل شويه. وهذا الشيء ما كان الاخوان، ودائما بدل لي فلترات في الوقت. والمهم كنتمنى على هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وتبارك الله عليكم، والسلام عليكم.